ساعة صفا. أما تقول صباح تبتسم، يعني هي إيه؟ الشمس المشرقة كده الجميلة في الحياة الفنية. ولا أذكر على مدى الأعوام الكتيرة اللي فاتت في عمرنا إن أنا شفت حد بيهاجم صباح، أو إن أنا شفت صباح بتهاجم حد. يعني صباح دي بسمة جميلة في الفن طول عمرها، طول عمرها، يعني تؤرخ لحياتنا، نؤرخ لحياتنا احنا وذكرياتنا بأغانيها، زي ما نؤرخ لحياتنا بأغاني عبد الحليم وأم كلثوم ووردة ونجاة. صباح أغاني مبتسمة في حياتنا، بتذكرنا بالغاوي نقط بطاقيته، بأيام الوحدة، أنا من مشكل سوق الحميدية، بالمجنون بطة، دخول رمضان يفكرنا بالراجل ده هيجنني مع فؤاد المهندس. فصباح مجموعة يعني فنون متداخلة مع بعضها بتعمل في النهاية نسيج فني جميل كله ذكريات حلوة. وأنا أذكر إن هي قالت لي مرة في أحد التسجيلات إن أنا دايما أشترط على المخرجين إن ما يدونيش مواقف فيها بكاء، لأن أنا ما أعرفش أعيط. فهل لا زالت عند هذا الرأي رغم إن أنا شفت لها بعض محاولات في الأفلام إن صحيح ما كانتش بتعيط إنما كانت بتحزن؟ وهل فعلا بينسحب على حياتها العادية عدم الحزن؟ يعني هي دائما أبدا سعيدة ومشرقة حتى في أحلك اللحظات. فهل فعلا يعني هي لازالت على موقفها بأنها في الفن وفي السينما ما تقدرش تعمل مواقف محزنة ولا تبكي؟ عايز صبوحة تقول إيه؟ ساعة صفا. طبعا دي مفاجأتنا من القاهرة. أيوة. الإعلامي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم. ده حبيبنا كلنا، كل الفنانين طبعا، وأنا أكتر بحبه كتير يعني الحقيقة، كان له فضل كبير كمان على الفنانين والفن طبعا. وأنا بقول له أنا بقول له إنه في الحياة الطبيعية طبعا أنا ست حساسة وكده، أكيد عيطت كتير، لكن في الأفلام ما بعرفش. أول ما أقوله لمثلي عياط وأمثل كده الحزن الخفيف. أيوة. لكن عيط ببقى وشي وحش بشكل ما تحبيش كده. بس بيقولوا في مقولة بتقول يعني إنه أحيانا الشخصية السعيدة على طول أو اللي بتضفي سعادة كتير بيكون داخلها كم كبير من الحزن ومن المشاكل، هل ده صحيح؟ صحيح. مع المقولة دي أنا يعني تعبت جدا، كان عندي مشاكل كتيرة يعني استحملتها، وكمان بعض المشاكل كنت أعيط. يعني تعتقدي ان المشاكل دي ادتك نوع من القوه، يعني الضربه التي لا تصيبني فهي تقويني؟ انا كنت اقوى من المشاكل. كنت اقوى من الحمد لله. دي نعمه من ربنا. الحمد لله. طبعا دي نعمه كبيره مفيش كلام. نعود الى بيروت ومعنا نجم ايضا، نشوف على شاشتنا هيقول لنا ايه. الأخت صفاء الفنانة الكبيرة القديرة صباح، تحياتي لكم وتحياتي لكل المشاهدين بساعة صفاء، وتحية لهذا البرنامج الجميل اللي متمتع فيه دايما ومنراقبه. أنا إذا بحكي عن صباح شهادتي مجروحة. صبوحة أولا بالنسبة لي أسطورة في الوسط الغنائي والوسط وسط النجومي، إنسانة على مدى هالعمر كله إن شاء الله كمان أكثر وأكثر، بعد نجمة النجوم وبعد متألقة وبعد عم تعطي وتعطي وتعطي. هاي صباح وهي شمس الشموس اللي عودتنا عليها دايما صباح. أنا بحييك من كل قلبي، بتمنى لك طولة العمر، بتمنى الصحة، بتمنى تضلك عم تنوري وتديري بيك على صحتك لأنك غالي كتير علينا وعلى قلوبنا. وعندي سؤال واحد بس معلش أخت صفاء، بالنسبة للفنانة القديرة صباح، صباح كيف قدرتي كل هالعمر انك ما تختلفي مع حدا وما تزعلي حدا؟ بس بطلب منك تجاوبيني بكل صراحة وبكل وضوح. مع تحياتي لكم. ساعة صفا. مع تحياتنا احنا كمان. على كل حال ربنا يديه العمر ويضل كده متألق وناجح، وانا بحبه جدا وفنان مهم يعني وكل حاجة.
وجورجينا مدامته حبيبة قلبي، وبقول له أنه أنا لحد دلوقتي استمريت بالفن لأن الفن ما سابنيش. الفن هو بيسيب الفنان، الفنان ما يسيبش الفن أبدا. أيوة. الفن بالدم. طبعا لما يروح صوتي لما أبقى محكعة ولما طول ما واحد عنده عقل كويس. أيوة. يعني عقله كويس بيكون شباب طبعا، لأن إذا ما فيش عقل ما فيش حاجة طبعا، وأنا لسه ما خرفتش كويسة وكل لا حاجة. الشر عليك. هو بيقول يعني ان الفن ده مكان ممكن يحصل فيه خناقات، يحصل فيه مشاكل، يحصل فيه معارك. فازاي حضرتك طول الوقت ده قدرتي تحافظي على صداقتك بكل الناس وما تعمليش اي خلافات يعني مع اي حد؟ وواضح ان هو بيعاني من حاجه معينه اكيد في سؤاله، يعني في معنى مظبوط. اوقات يعني بيتناولوا بعض في الجرائد وده مش كويس. طبعا الفنان اللي له اسمه يبقى هو مهم، وبقى له مش معقول يقعد يشتم في الناس. هو بينزل ما بيطلعش يعني. الناس تشوفه كده زيه زي اي حد، بس لما يترفع عن الحاجات دي الناس تشوفه انه هو يعني مميز حاجه تانية. يعني مثلا انا طبعا ما استاهلش يقولوا لي كده، نعم، بس بيقولوا لك صباح الملكه البرنسيس. نعم. يمكن ده ما يعني مش مهم، انه يمكن انا ما استاهلش ده، بس عشان انا ترفعت عن حاجات كتير. تستاهلي اكتر والله. ميرسي حبيبتي. والله الفنان لازم يترفع.